اليابانية فقد أغلقت على ارتفاع لتتواصل بذلك سلسلة الارتفاعات للجلسة العاشرة في ظل مكاسب شركات السيارات، فيما استفادت الأسواق كذلك من تصريحات جانت يلن بالأمس والتي تحدثت فيها عن رفع سعر الفائدة تدريجيا. أما على مستوى الأسواق الصينية فقد أغلقت على انخفاض للجلسة الثانية على التوالي مع ترقب اجتماع الحزب الحاكم وما سيسفر عنه من سياسات اقتصادية. وللحديث أكثر ينضم إلينا السيد محمد زيدان كبير استراتيجي الأسواق في ثينك ماركت. أهلا بك سيد محمد. نتحدث بداية أو نبدأ مع النفط. جولدمان ساكس صرح اليوم أن الاضطرابات الجيوسياسية ستصيب سوق النفط بآثار غير واضحة، يعني هو ما حدد هذه الآثار. تفضل تعليق. احنا من وجهة نظرنا احنا الآثار هي آثار إيجابية على أسعار النفط، لأن مخاطر جيوسياسية دائما خصوصا في الشرق الأوسط وخاصة في العراق دلوقتي مؤثرة شوية، وفي خلافات على بعض الآبار والبترول وخلافه، فاحنا شايفينه هو دافع إيجابي أكثر للنفط إن هو يرتفع لمستويات 58 دولار لخام تكساس. ده مش بس عشان المخاطر الجيوسياسيه، زائد ان الدولار لحد ما بدا يفقد قوه في الاسواق، زائد ان انخفاض المخزونات الامريكيه والمجلس الاقتصادي والمجلس الاقتصادي او اغلب الدول الاقتصاديه في انخفاض في المعروض، التفاؤل لتمديد خفض الانتاج لاخر 2018 وده هنشوفه في نوفمبر، كل ده بيخلي ان النظره ايجابيه للبترول، وعشان كده احنا بنرجح مزيده من الارتفاعات وتاثير ايجابي الأسعار النفط. وكمان توقعات بتنمو الطلب، ده اهم حاجه. اوبك وكاله الطاقه الدوليه واوبك اصدروا توقعاتهم الاسبوع اللي فات ان في تنامي في الطلب، هو ممكن يكون تنامي لحد ما محدود او وتيره قليله غير المتوقع، ولكن على الاقل بدانا نسمع ان في حاجه من جانب الطلب، وخلاص بقى ابتعدنا عن موضوع تقمه المعروض والمعروض، بقى دلوقتي في طلب بدا يتنامى، وده شيء ايجابي بعد مخاطر جيوسياسيه تسرع وتيره الارتفاعات أسعار النفط. نعم. طيب برأيك هل باتت الصورة أكثر وضوحا بشأن خليفة جانيت يلين، خصوصا بعد التقارير التي أشارت أو كشفت عن تفضيل الرئيس الأمريكي للاقتصادي جون تايلر والذي يعتبر أكثر تشدد من جانيت يلين؟ إلى حد ما هي مش واضحة، ما نقدرش نقول واضحة، لأن حتى لسه ترامب هقابل جانيت يلين تمورو أو بكرة، فبالتالي إحنا أنا برجح كيفن وورش، ولكن عندي نقطة إن هو كده كده الاحتياطي الفدرالي الأمريكي دائما يقال إن هو الاستقلالية وانفصال السياسة عن السياسه النقديه بالذات، فبالتالي المتحكم الرئيسي دائما في السياسه النقديه الامريكيه حتى لو في تدخلات من اداره ترامب هيكون اسعار التضخم والبطاله والنمو، فبالتالي مش هنقدر نشوف تضخم مرتفع وهم ترامب عاوز مثلا تكلفه التمويل منخفضه للقروض، ولكن هم هيجبروا ان هم يرفعوا الفائده، فبالتالي ايا كان الموجود ما ننساش ان هو موضوع استشاري ما بين اعضاء فدرالي لبنوك فدراليه مختلفه للولايات المختلفه، زائد ان هي بيانات اقتصاديه تتحكم. طبعا هو مهم ان احنا كيفن وورش على الطاوله، ولسه هنشوف جانيت يلين ممكن يكون يتمدد لها كمان، ولكن في الاول والاخر رفع الفايده هو المسار المتوقعين ومن البنك المركزي الاحتياطي الفدرالي الامريكي، زائد ان الاحتياطي خد برنامج بيع السندات اللي هو اشتراها في التيسير الكمي او تقليص الميزانيه الفدرالي، فده نوع من النوع السياسات الانكماشيه في السياسه النقديه، فبالتالي حتى ايا كان الخليفه هيكون تاثيره لحد ما شبه محدود. ده من وجهه نظرنا. نعم، يعني انت ترجح رفع اسعار الفايده شهر ديسمبر. ديسمبر 80% احنا شايفين 80%. بغض النظر حتى على بيانات التضخم الامريكيه الاسبوع اللي فات كانت شويه سلبيه، ولكن هي بس انخفضت الاحتمالات من 85 ل 80%. هنشوف رفع فايده في ديسمبر. نعم. طيب بناء على هذا التقييم، تقييمك للفائده الامريكيه انها راح ترتفع شهر 12، تقييمك لاداء الذهب؟ الذهب طبعا بيكون رفع الفايده هو تاثيره سلبي لحد ما، ولكن بشكل عام الاسواق سعرت موضوع رفع الفايده ديسمبر وخدت وقتها نسعره، وبالتالي شفنا انخفاض الذهب من مستويات 1355 ودلوقتي بيترنح عند 1000 مستويات 1300 ودونها، فبالتالي انا اتوقع ان هو الحركه العرضيه السلبيه هيكون متاثره عليه، مش هنشوف انخفاض قوي، هنشوف ارتفاع قوي، تذبذبات من 1250 لغايه 1310، هو ده هيكون المود المزاج العام للاسواق في ظل الاوضاع الحاليه والمعطيات الموجوده. نعم. ننتقل طيب لاوروبا بدايه، يعني ببريطانيا، ماذا يعكس ارتفاع معدل التضخم في المملكه المتحده اليوم لاعلى مستوياته منذ 5 سنوات؟ برايك ماذا يعكس؟ يعكس ان هو هنشوف رفع فايده من قبل البنك المركزي البريطاني، او كارني هيكبر رفع فايده 3% كتير قوي على الاقتصاد البريطاني في شهر نوفمبر، وبالتالي اعتقد الاسواق بدات دلوقتي تستوعب حاجه زي كده، ممكن نشوف
شفناش الاسترليني بيتحرك بقوه عشان ازمه او موضوع مفاوضات بخروج بريطانيا لحد ما وصلت لطريق مسدود. ولكن بشكل عام ده معناه ان هنشوف رفع فايده في اقرب وقت، ونشوف لحد ما رفع فايده مش معناه سياسه يمكن ماشيه من قبل البنك المركزي البريطاني، اكتر ما هو تصحيح لخفض الفايده اللي هو تم في اغسطس مع التصويت. هو بس كان في خفض فايده 25 نقطه اساس، اعتقد هيتراجعوا عنه ويفضلوا بسياسه التحفيزيه، ولكن مش هننتقل سياسه انكماشيه. ونوفمبر رفع فايده. نعم، وايضا من تقييمك لاداء الاسواق الاوروبيه واليورو ايضا؟ عامه اليورو شايفينه سلبي بسبب الضبابيه الموجوده في اسبانيا، وبسبب طبعا ارتفاع نسبه القوميين في انتخابات النمسا او في اوروبا بشكل عام، فشايف سلبيه في اداء اليورو، ولكن مش قويه. هنشوف 1.15 دعم قوي. ستوكس 600 اللي هو مؤشر بيحكم اداء الاسواق اوروبا لحد دلوقتي مرتفع 7%، ولكن ما ننساش ان رؤوس الاموال دلوقتي بقت تفضل اسهم اوروبيه عنها الامريكيه لوجود ان في فرق بريميوم او ممكن ديسكاونت، بيشتروا ديسكاونت، ممكن اسعار العادله ليه اعلى من كده. مع تصريحات الدراجي ان هو هيستمر في سياسه التيسير الكمي وفوائد منخفضه، فبالتالي ده معناه ايجابي للاسهم، فبالتالي اتوقع نشوف ستوكس 600 على الاقل لاخر السنه مرتفع 10%. نعم، سيد محمد زيدان كبير استراتيجي الاسواق في ثينك ماركت، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. وفي آخر الأخبار الواردة الآن، وود ماكنزي تتوقع بلوغ الطلب على البنزين ذروة بحلول عام 2030. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل.